جولتي هذا اليوم. ينطلق شوط جديد من أشواطي هذا الصباح في بداية الجولة الثانية وثاني أشواط المهجنات الأصايل، كما نذكر بالتوقيت الأفضل الذي ذهب أيضا بخلال تواجد حسايب لعلي بن هلال بن عمير بن مران المنصوري من قدم 9 دقائق 21 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن هلال بن مران المنصوري على الفوز الانتصار. إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق هذا الشوط وناخذ الإدارة تأتي الشائبة لسعد بن سعيد بن سعد بن حمد المري يأتي على المركز الأول. ينطلق أيضا في هذا الشوط على مقدمة المركز الأول مباشرة إلى اليازي لمحمد بن كردي بن طالب بن منخس المري، وصل في المركز الثاني. ينتقل مباشرة إلى المجلس، هناك مخيفة بن حمد بن دحبة العامري وصل مع مخيفة على المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، هنا الشاهينية مشلش بن سعيد بن محمد من يتواجد، أو الشاهينية لسعيد بن محمد الكليلي بالفعل من وصلت في المركز أيضا الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس أيضا وصلت العنود مبارك بن سعلي بن سالم وصل الحايف لياتي هنا مقدما هذا الاسم، ولكن هنا الوجبة، هنا الوجبة اللي يبغى لها مراقبة. وصلت أيضا حين يذهب لي إلى المركز السادس حاملة الرقم 2 بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري وصلت على المركز السادس. المركز السابع الشاهينية سهيل بن أحمد الخادم الرميثي، بينما تدخلات من شعار الزقيبة هذا والتوقيت الأفضل ياتي به مشاهدينا الاعزاء الهواري. هذه ايضا شقره عبد الله براي بن حمد الزقيبه المري، هذه حسايف من تاتي في المركز الاول في اول اشواط المهجنات الاذاع ثاني اشواطي هذا اليوم. 9 دقائق 21 ثانية 8 أجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز، صار علي بن هلال بن مران المنصوري على فوز حسايف. ما زال يتجول التوقيت الزمني ايضا وثباوي بالفعل، بينما ننتقل هنا من بعد شعار الزقيبة اللي وصلت وعد شايع بن حمد بركات العامري، ولكن الشعار الاقتصادي بدأ يتدخل هنا. الشاهينية لسهيل بن أحمد الخادم الرميثي، والوصول من اللي منصورة سعادة فري بن علي بن حمود الضاري بدأت أيضا تتدخل في عالم الإذاعة، والدخول من جليلة مانع بن صقر بن فلاج الاكتبي اللي وصل في هذه اللحظات. تأكد النتيجة وانتصفت المسافة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. نعود إلى شعار بن حمدة ضيفتنا العزيزة أيضا القادمة بهذا الأداء الكبير والتحدي المثير، الشايبة سعد بن سعيد بن سعد المري القادمة أيضا من ميدان الشهيد بالفعل، القادمة بهذا الأداء الكبير والتحديات المثيرة. بينما اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني اليازي محمد ديب الطالب المنخس المري من يأتي ويقدم اليازي على المركز الثاني. المركز الثالث، وصلت الوجبة، وصلت الوجبة بهذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. سعيد بن علي بن حمد بن قريع المري ليقدم الوجبة على المركز الثالث، غيرت من السادس وإلى الثالث، بدأت تتجول في المثلث الذهبي. انتقل إلى الشاهينية المركز الرابع، شعار صاحب مجوهرات الشرق الأوسط يأتي سعيد حمد الكليلي العامري ينتقل إلى المركز الرابع. المركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات اللي وعد لي شايع بن حمد العامري يقدم وعد، وصلت شكرة عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري، والوصول ايضا من جليلة مانع بن صقر بن فلاج الاكتبي وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم، ولكن هنا منصورة غزلان ناصر بن حمد بن محمد ايضا بالسم المنصوري وصل ايضا هذا الشعار الكبير. وصلت منصورة سعد فر بن علي بن حمودة الظاهري يقدم هذا الاسم. هكذا النتيجة، هكذا الاسماء القوية مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الرقص هناك
ايضا من الخصياتي اللي يقدم هذا الاسم لينطلق على صدارة الاولى. اليازي 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 على مقدمة الشوط، محمد بن كردي بن طالب المنخس المري من ياتي على مقدمة الشوط، ياتي على صدارة ليقدم اليازي في مقدمة هذا الشوط، في هذا الانطلاق الكبير، في هذا التحدي المثير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الثاني وصلت الشايبة سعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري. المركز الثالث الشاهينية سعيد بن محمد الكليلي. المركز الرابع جليلة جليلة مانع بن صقر بن فلاج. الاكتمي وصلت في هذه اللحظات شقرة لعبد الله بن رايد الزقيبة. المري تأتي على المركز الخامس. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء الأخيرة مشاهدينا الأعزاء. 1200 بدأنا نتجه هنا، بدأنا نتجه إلى الكيلومتر الأخير. جو الضباب، جو الضباب بدأ أيضا يأتي إلى عاصمة الميادين. الكيلومتر الأخير، اليازي 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 على المركز الأول. محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. وصلت الوجبة، وصلت الوجبة، وصلت الوجبة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. خذت المركز الأول. الله الله، شوفوا من القادمة هنا، الشاهينية مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري وصل شعار ابو ليقدم هذه الانطلاقة، ولكن الوجبة غيرت الصدارة كما خبرتكم عن هذا الاسم، صاحبة السيارات، صاحبة الانجازات، صاحبة الانطلاقات القوية، صاحبة نقطة ذهبية على ارضية هذا الميدان، وصاحبة سيارة في مهرجان ايضا ختام الطائف، وصاحبة سيارة في العام الماضي في مهرجان السويحان. تأتي هنا بهذا الانطلاق مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. قدمها هناك ايضا بخيت بن علي بن حمد ريع المري، ياتي بهذه اي اوامر، بدون اي اوامر. هذه هي الوجبه، هذه انطلاقات الوجبه ما شاء الله. انطلاق تلقائي، والقادمه هنا المنطلقه شاهينيه مشلش بن سعيد بن محمد الهاجري من يقود. لكن الوجبه، الوجبه 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 على صداره، الوجبه على المركز. والله الله، وصلت ايضا على المركز الثاني، ولكن ما شاء الله تبارك الله 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 الله. مشكور يا الامبراطور، شكرا للامبراطور على هذا الاداء الكبير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هذه هي الوجبه، سلام الى الدوحه، سلام الى الشحانيه على هذا الفوز. بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري، شكرا للمبير محمد بن علي بن قريع من يقدم هذه الاسماء القويه والعملاقه. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري. المركز الثالث وصول من غزلان ناصر بن حمد بن محمد السمن المنصوري. المركز الرابع تدخلات من اليازي محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الخامس البيداء عمر بن خليفه بن محمد بن شاهين المرر. هكذا النتيجه، هكذا الاسماء القويه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني 9:29 وجزئين من الثانية. الوجبة خيط بن علي بن حمد بن قريع المري. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار. الوجبة صاحبة أيضا الانتصارات، الوجبة صاحبة الأداء الكبير. مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري قدم الشاهينية ب9:29 وفاء وتماما وكمالا، بينما اللي احتلت المركز الثالث وقدمت العروض الرائعة والجميلة ب9:32 ثلاثة أجزاء من الثانية هي غزلان محمد ناصر بن حمد بن محمد بن سم المنصوري. فتهانينا والناموس للجميع.